اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنعمل مع بعض النهاردة فيونكة بالستان. طريقة سهلة وبسيطة. هنجيب خيط ستان، شريط ستان، هنقص منه قطعة، نجيب 70، نجيب شريط الستان نحطه على صبعي بالشكل ده كده، نسيب الطرف منه طرف ورا، هلف القطعة بالشكل ده كده، بعد كده هلف القطعة على صبعي واطلعها من الصبع التاني، بعد كده هجيبها كده، هجيب شريطة الستان دي هدخل بيها من تحت الشريط كله من هنا، هطلعها من تحت، بعد كده هجيب الطرف من تحت كده هدخله من تحت الخيط ده، اطلعها من صوابعي كده، يكون معايا بالشكل ده كده، هجيب مقص واسيب بيه الأطراف، يكون معايا بالشكل ده كده. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.